السلام عليكم ورحمة الله دائما في إطار استعداد لفروض المراقبة المستمرة ديال المرحلة الأولى هذا واحد الفرد ديال الرياضيات المستوى الخامس أنصح إن شاء الله مجموعين تمنوا تستفدوا منه وحد موفق إن شاء الله في الفروض ديالكم أول تمرين عندنا أن ضعوة أنجز إذا عندي عملية قسمة وضرب وجمعوة. الطرح هنا يقدر الاستاذ ما يعطيكمش في الفرد ديالكم مثلا يقدر ما يعطيكمش القسمه لاننا ما دايرينش درس ديال القسمه دابا ولكن ممكن لانكم راكم خدمتوها في المستوى الرابع اذا غنوضعوا العمليه ديال القسمه ونجزوها عندي ألف 1325 قسمها على 15 عشر. اذا هنا بما ان عندي في المقسوم عليه جوج الارقام ناخذ من المقسوم جوج ولكن الا خديت جوج غير 13 13 صغر من 15 اذا خصني ناخذ ثلاثه الارقام وكنقول هذا 132 شحال فيها من 15 اذا غادي يكون فيها 8 اذا غتبدا تحسب مثلا تقول 15 و 15 30 اذا لست عليها 30 اخرى تعطيني 60 زد 30 اخرى تعطيني 90 زد 30 اخرى تعطيني 120 اذا غنحسب شحال من 15 عندي تما اولا انك تبدا

وعشرين غنشوف دابا بالنسبة هنا عندي مية وخمسة وعشرين إذا تاهي غلق فيها تمنية تمنية في خمسة أربعين كذلك أكتب صفر وأحتفظ بأربعة تمنية في واحد تمنية والأربعة اتناش إذا تعطيني مئة كذلك إذا خمسة ناقص صفر خمسة اثنان ناقص اثنان صفر واحد ناقص واحد صفر إذا ألف على خمسطاش تعطيني 180 والباقي خمسة دائما الباقي خصو يكون أصغر من المقسوم عليه الآن غندوز لعملية الضرب إذا عندي 329 مضروبة في خمسة وسبعين إذا خمسة في تسعة خمسة وأربعون خمسة في اثنان عشرة الأربعة اربعة عشر خمسة في تلاتة آه، خمسة عشر والواحد ستة عشر كنحط النقطة تحت الوحدات لأنني كملت من مغنمر العشرات سبعة في تسعة تلاتة آه، سبعة في تسعة تلاتة وستون إذا سبعة في اثنان اربعة عشر والستة عشرون كتبو الصفر وأحتفظ بإثنان سبعة في تلاتة واحد وعشرون والإثنان تلاتة وعشرون إذا هنا زائد خمسة زائد لا شيء خمسة أربعة زائد ثلاثة سبعة ستة زائد صفر ستة ثلاثة زائد واحد أربعة والاثنان كنحدد الفصول كتعطيني أربعة وعشرين ألف وستمية وخمسة وسبعين الآن عندي هنا جوج عمليات عندي الطرح والجمع إذا غنبدا بالطرح أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون غنطرح منها تسعمائة وثلاثة وستون إذا أربعة ناقص واحد ثلاثة غتعطيني تبقى لي واحد غادي نجي هنايا عندي اه خمسة ناقص ستة لا يمكن إذا كنتسلف من هذه كتبقى سبعة وهنا كتولي خمسة عشر إذا خمسة عشر ناقص ستة تعطيني تسعة غنجي لهنا سبعة ناقص تسعة كذلك لا يمكن إذا غنتسلف من هنا غتبقى ثلاثة هنا غتولي سبعة عشر إذا سبعة عشر ناقص تسعة تعطيني ثمانية وثلاثة ناقص لا شيء ثلاثة دابا غنمر عملية الجمع اذا 3891 غنضيف عليها 2027 7 زائد 1 8 9 زائد 2 11 8 زائد 1 9 ثم 3 زائد 2 5 اذا هي 5918 نمروا للتمرين 2 اكتب الاعداد بالارقام او بالحروف اذا قبل ما كنكتب بالارقام او بالحروف كنحدد الفصول هنا عندي الفصل الاول فصل الوحدات البسيطة هنا فصل الآلاف إذا شحال عندي فصل فصل الآلاف كنقرا كأنني عندي غير هداك العدد ما كان واخا يكون عدد كبير ما يخلعنيش كنقسم تلاتة بتلاتة بتلاتة وداكشي اللي بقى في الأخير كنخليو كنبدا نقرا عادي شحال هادي مية وخمسة ماذا ديال الآلاف إذا هداك فصل الآلاف عادة كنزيد ألف في الأخر إذا عندي مية وخمسة آلاف وماذا وخمسمائة وثلاثة وسبعون وخمس مئة وثلاثة وسبعون ياك يعني هنا غنجي مئتان وخمسة وثلاثون ألفا هنا شكون اللي كيحدد لي الفصول هي ألفا ولا مليونا ولا مليارا إذا شنو عندي في الآلاف عندي مئتان وخمسة عندي في فصل الآلاف مئتان وخمسة غيتبعو فصل الوحدات البسيطة خصو ثلاثة الأرقام ضروري شحال عندي أنا بقا لي في وحدة البسيطة سبعة سبعة هي الوحدات إذا العشرات ما عنديش والمئات ما عنديش هاد الأصفار هما اللي كيتلفوكم بزاف في بالنسبة للكتابة ديال الأعداد صحيحة الطبيعية إذا لا حطيتي الفصول وحطيتي النقاط في المكان ديالهم ما غاديش تغلط فيهم إن شاء الله غنمرو الآن تمرين ثلاثة جيكري أون لتر لي نومبغ سويفون خاصك تكتبهم بالفرنسية إذا بغيتي تكتب بالفرنسية خاصك تكون ضابط الأعداد من صفر حتى العشرين ياك تكتبهم مزيان وتكون كتعرف تكتب و وميل ومليار الا كنتي كتعرف تكتب هادو راك ضبطتي الكتابه ديال الحروف الارقام باللغه بالحروف ديال اللغه الفرنسيه إذا يعني غنجي لهنايا لي كلاس الفصول اذا عندي هذا فصل ذات البسيطه هذا فصل الالف شحال عندي في الالف عندي ثلاثة اذا ثلاثة هي 3 3 شنو 3000 ميل. ميل ما كتاخذش الاس صافي أش عندي في المئات نوف صو كنكتب نوف صو إدن كتحتاج لك تعرف من صفر لعشرين وتعرف تكتب صو أو ميل أو تعرف كتعرف تكتب جميع الأرقام صم نوف صم فان دائما بين الوحدات والعشرات الفرنسية كتكون هاد تيغي هادي ست فهم؟ إذاً تخوا ميل# نوف صو# فان سيت ميل# ست يعني سبعة وعشرين ودائما بين السبعة والعشرين يعني وحدة عشرات كتكون هاد تيغي هادي غنجيو هنايا هنا شحال عندي في الالاف عندي دو سون سانك يعني الف ميتين وخمسة هاي دو سون وهاي سانك ياك شنو ميل ميل وعندي 205 205000 وعندي في الوحده البسيطه عندي 500 500 5 100 تاني 20 28 هنا التيري باش نكتب ال8 اللي هي وحدات إذن 205.528 528 فهمنا اذا هنا رتب الاعداد تزايديا يعني تزايديا يعني من الاصغر الاكبر اذا باش نحدد كرتب. هاد تنشوف بعدا الارقام عندي يعني ستة ستة خمسة ستة خمسة اذا الصغار هما اللي فيهم خمسة هذا وهذا كنبدا نقارن ليهم آه نقدر نقارن الفصل كامل مثلا نشوف فصل الالف مع فصل الالف شكون اللي صغير هي خمسين خمسين الف هي الاولى اذا عندي خمسون الف ها وخمسة وخمسون اصغر من خمسة وخمسون الفا وخمسة إذا ملي كنكون ساليت من هادو غنشوفو هادو اللي فيهم ستة الأرقام إذا هذا وهذا وهذا غنبداو بالفصل هنايا ديال الآلاف إذا هنا عندي خمسمية هنا خمسمية وخمسين هنا خمسمية إذا خمسمية أصغر من خمسمية وخمسين دابا غنتاقل المئات إذا هنا عندي خمسة هنا عندي صفر بطبيعة الحال هذا هو الأصغر إذا هنا تكون عندي خمسمية ألف وخمسة وخمسين أصغر من هذا اللي عنده خمسمية ألف وخمسمية وخمسة أصغر من ماذا هذا الكبير هذا اللي فيه خمسمية وخمسين ألف وخمسمية وخمسة إذا هذا هو الترتيب غادي يكون بحال هكا الآن نمر التمرين ديال المقارنة قارن بوضع الرمز أكبر أو أصغر أو تساوي إذا غادي نشوف هنايا عندي تلتمية وخمسة و ألف وميتين و تلتمية ألف إذا كنلاحظ مزيان عندي ستة الأرقام ستة الأرقام غنبدا دابا بالرقم بالرقم عندي هنا تلاتة تلاتة ربعة خمسة إذا بطبيعة الحال اللي عندو أربعة صغر من اللي عندو خمسة في إذا هنا عندي تلاتة في مئة ألف هي تلتمية ألف ثلاثة في مئة ألف هي تلتمية ألف هنا عندي زائد خمسة هنا نقصنا خمسة إذا طبيعة الحال العدد اللي كنزيدو فيه راه أكبر من العدد اللي كان كنقصو منه غنجي هنايا عندي هنايا هنا ستة ستة عندي هنا سبعمية وهنا سبعمية وستة إذا سبعمية وستة طبيعة الحال كبر من سبعمية غنجي هنا هنا عندي ستة الأرقام هنا عندي فقط خمسة الأرقام إذا اللي عندو ستة الأرقام طبيعة الحال هو اللي أكبر هنا ندوزو جو تمرين ستة وحول بالفرنسيه هي جو كونفيرتي عندي هنا 25 كيلومتر مربع و3 هكتومتر مربع نحولوها للمتر مربع اذا غنكتب 25 كيلومتر مربع ها هي هاك نحولها المتر مربع عندي جوج اصفار في الهكتومتر مربع وجوج اصفار ديال الديكامتر مربع وجوج اصفار ديال المتر مربع ثلاثه هكتومتر مربع هاي في الوحدات ديال هكتومتر مربع غنزيد لها جوج اصفار هنا وجوج اصفار هنا باش نوصل للمتر مربع ونجمع كان صفر 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 ثلاثة صفر ثم خمسة وعشرين كنحدد الفصول إذا ما تعطيني خمسة وعشرين مليون وثلاثين ألف أه متر مربع إذا فانت سانك

غنجي هنايا عندي 380 ديكامتر غنحولها لديكاغرام نحولها لكيلوغرام اذا خصني نكون حافظ الجدول ديال التحويلات اذا هاد الصفر الوحدات هو اللي ديكا, جرام. ديكا جرام فوق منا الهكتوغرام فوق من الهكتوغرام كاين الكيلوغرام اذا الفصيلة غتجي هنايا اذا هي 3.8 اما داك الصفر كيولي تعتبر صفر زائد ما كنحطوش غنجي لهنايا عندي 1835 متر غنحولها للكيلومتر اذا الصفر ها هو في الخمسه ها هي في المتر ثلاثة فوق منا الديكامتر ثمانية في الهكتومتر والواحد هو ديال كيلو متر إذا دائما الآلاف ديال المتر هي الكيلومتر هي واحد فاصلة ثمانمية وخمسة وثلاثين كيلو متر ولاحظ العدد تسعمية واثنين وسبعين آلاف ومية وثمانية وخمسين وأكتب رقم المئات اللي كنت على رقم يعني رقم واحد اللي كيتحط في خانة المئات شنو عندي في المئات واحد هو هذا الرقم رقم العشرات يعني اش كنحط في العشرات الخمسه دابا غنجيو للعدد العدد كيوضح الفرق بين العدد والالف العدد والرقم اذا بغينا عدد الالاف عدد الالاف منين كيبداو كيبداو من الالاف وداكشي اللي فوق منهم فين هما الالاف هما الاثنين اذا هذا كله راه عددو الالاف الاثنين رقمو الالاف و972 راه عددو الالاف عدد الوحدات شنو عدد الوحدات كنمشي للوحدات فين هو رقم الوحدات هو 8 اذا الشيء اللي قبل منه كامل هو عدد الوحدات غنعاود نكتب العدد كامل بحال الا قلتي عندك 972158 وحده من شي حاجه مثلا سيارات تفاحه بيضاء شحال عندك من وحده في العدد شحال عندك من من حبه فداك العدد كامل اذا عندك هذا العدد كامل وعدد الالاف يعني الا جديتي هاد العدد وقسمتيه على الف شحال غيخرج غي لك غيخرج غي لك الخارج هو 972 عدد العشرات يعني هذا العدد الا قسمتيه على عشرة شحال غيخرج غي لك في الخارج هذا هو عدد العشرات العدد ماشي هو الرقم الرقم دائما كيكون كي رقم واحد العدد يقدر يكون مكون من رقم واحد ويقدر يكون مكون من مجموعه من الارقام انا غنجيو للتفكيك هادي هما الدروس اللي درنا في هذه الوحده الاولى زائد داك الدرس الخامس اللي فيه جمع وطرح الاعداد الصحيحه الطبيعيه اذا ما كاين حتى حاجه جديده ما شفتوهاش في القسم عندي هنا افكك اذا غنبدا بالرقم بالرقم هاد ثلاثة ديال مئات الالاف اذا هو ثلاثة في مئات الف او كتكتب ثلاثة وداك اللي وتدير في المكان ديالها واحد وداك اللي تابعها كل شيء اصفار هنا خمسة في عشرات الالاف هي خمسة في عشرات الاف او لك تاخد الخمسة كتحطها هنا البلاصة يبقى واحد وداكشي اللي تابعها كله اصفار زائد ماذا سبعة في مئة زائد اربعة في عشرة زائد خمسة اذا ثلاثة في مئة الف هي ثلاث مئة الف ثلاثة وداكشي اللي تابعها اصفار الخمسة في عشرة ألف هي خمسون الفا الخمسة وداكشي اللي تابعها اصفار زائد سبع مئة زائد اربعون زائد خمسة إذن هذا هو التفكيك ديال هاد العدد هذا نجيو دابا للهندسة هندسة قرينا الزوايا أنواعها كيفاش كنقيسو الزاوية وكيفاش كنرسمو زاوية إذن هنا أحسب قياس الزاوية التالية وأحدد نوعها أول حاجة خصني نقيس هذيك الزاوية خصني نشوف المنقالة باش نقيس هذيك الزاوية قبل ما كنقيس الزاوية كنطول ليها الأضلاع ديالها علاش باش يوصل ليا الضلع الأول يوصل ليا عند التدريجة الصفر والضلع الثاني وصل ليا عند التدريجه ديال القياس صافي اذا يعني كنطول كنحط راس الزاويه على راس المنقاله هنايا وخاص الضلع يكون غادي عند التدريجه الصفر يكون تقاد مع التدريجه الصفر وكنشوف الصفر فين واش في اللي لداخل الصفر اللي لتحت ولا الصفر اللي لفوق اذا هنا عندي الصفر اللي لتحت شفتي اذا هو اللي غنتبع حتى نوصل عند التدريج إذا هنا عندي ربعين هنا النص خمسة وربعين درجة إذا هنا غدير بحال هكا خمسة وربعين درجة وتكتب هنا زاوية حادة إذا زاوية حادة هي التي قياسها أقل من تسعين درجة وهذه قياسها أقل من تسعين درجة دابا أرسم زاوية قياسها مية وخمسطاش إذا كنحط كرسم كنرسم الزاوية أنا رسمت الضلع الأول بغيت نختار راسه هو هذا نختاره بغيت نختاره هو هذا نختاره اللي عجبني كيف ما بغيت نحط المنقاره نحطها المهم نتبع نبدا من التدريجه الصفر نزيد نطولو باش يوصل ليا عند التدريجه الصفر باش كيعطيني كي القياس مزيان كيكونش كي تفاوت ليا على قياس صحيح اذا كنحط بحال هكا كنحط الراس هنا وهذا كنحاول نحطه ما امكن على التدريجه الصفر عال وغنمشي دابا خصني نمشي مئة وعشر# مئة و# شحال وخمسة عشر إذا ها الصفر هنا نعاود نقاد إذا تحرك نعاود نقاد هاكا وغنمشي ل وخمسة عشر ها الصفر ها ها وعشرة ها 110 وعشرة ها وخمسة عشر هي نأخذ المسطره ماشي بالضروره نوصل حتى لعند النقطه اللي رسمت كندير بحال هكا بلا ما نخرج من الاطار كنحددها كنكتب 115 درجه طبيعي الحال هذه زاويه منفرجه زاويه منفرجه هي اللي قياسها اكثر من 90 درجه هنا مساله باش غنستعمل فيها الجمع والطرح اشترت منال محفظه وكتابا واعطت لي البائع 100 درهم إذا علمت أن ثمن الكتاب هو خمسة وثلاثين وأن ثمن المحفظة هو ضعف ثمن الكتاب فكم سيرد عليها البائع؟ إذا بغيت حل غير نعرف شحال غيرجع ليها خصني نعرف بعدا شحال خاصة تخلص، إذا أنا عارف ثمن الكتاب وثمن المحفظة شحال؟ قالوا لي هو ضعف ثمن الكتاب بمعنى معنى ضعف؟ يعني الدوبل، يعني أول حاجة خصني نعرف ثمن المحفظة. ثمن المحفظة لأنه هو الضعف إذا هو خمسة وثلاثين في جوج هو ماذا هو سبعون درهما الآن كم سيرد سيرد عليها البائع شحال حنا غنحسبو شحال إذا عندي هي عطاتو ميتين هو شحال غينقص من ديك ميتين غينقص يعني منها خمسة وتلاتين ديال الكتاب وغيزيد دي ينقص منها سبعين غيزيد ينقص سبعين إذا المجموع هادي هي داكشي لي شرات شرات سبعين وشرات خمسة وثلاثين اذا غادي نحسب اذا هي مئتان ناقص ماذا اذا حسبت سبعين زائد خمسة وثلاثين غتعطيني بطبيعة الحال مئة وخمسة اذا انا هنا هنايا باش يشوف الاستاذ العملية العمودية من الاحسن تحط العملية عمودية زائد غتعطيك هنا خمسة هنا عشرة دابا غتاخد مئتان ناقص تاهو عطاك هنايا تسعة بزاف باش تحسب أه تحط العملية العمودية لان صفر ناقص خمسة لا يمكن غنخدمو بالطريقة العادية ديال الطرح يعني باش منضطروش ناخد من هنا ونعطي هنا ونعطي هنا. إذا عشرة ناقص خمسة خمسة صفر ناقص واحد كذلك لا يمكن كنزيد الفوق والتحت عشرة ناقص واحد تسعة اثنين ناقص اثنان صفر إذا سيرد عليها البائع خمسة وتسعون درهم. هادشي اللي غيرد لها. البائع وهذه هي المساله كيفاش خاص يكون الجواب ديالها دائما حرص انك تحط العمليه العموديه والافقيه والجمله التي تعبر عن الجواب يعني اللي كتعبر على ذيك الحساب, الحساب اللي حسبتي شنو هو داك الحساب اللي حسبتي اذا كنتمنى لكم التوفيق وحظ موفق ان شاء الله في الفروض ديالكم